شكرا لا بلوس على الاستضافه. واغنيه تسمعي هي اول اغنيه ليا فرديه بالنسبه ليا عندها يعني تبقى قديمه، عندها واحد البصمه مختلفه على كاع الاعمال اللي غندير ان شاء الله للقدام، وان شاء الله تعجبكم. واللي مازال ما سمعها يمشي يسمعها على باج يوتيوب ديالي، صافي بليزير الاغنيه فاش كتخرجها. يعني انت ديجا واحد الحاجه اللي خرجت من داخل ديالك، سيرتو انا الاغنيه اللي كاتبها وملحنا والتوزيع ديال حمزه الغازي، فاش توصل للناس وتشوف انسان اخر كيغنيها وعجبه فصافي بليزير. هذا هو هذه الدنيا ما فيها. بالنسبه للتهاني لقيت بزاف ديال التهاني، خصوصا لما فاش علن بانهم ديما من شركه سوني ميوزك، كاين بزاف ديال لي زارتيست ما نقدرش نعددهم لك لان نقدر غننسى شي حد، ولكن اغلبيه باركوا لي سواء على الانستغرام علني قدام الناس او لو بيني وبينهم يعني باتصال او بواتساب. واحد الحاجه والحاجه بالنسبه ليا كانت ما كان الهدف ديالنا في اول اغنيه هي انه فوالا عادي الهوى يقدر شنو يقدر يدير بوحدو. يعني ردت الفعل ديال الناس ماشي غير انا اللي عجبتني، عجبت حتى التيم اللي خدام معاه والشركه ديالي اللي انا معاهم. يعني الفيدباك ولا لي كومونتير يعني كاين الناس اللي يلاه اكتشفوا عادي مثلا تيقولوا منين خرج لينا هذا ملعيبات، يعني شي حاجه اللي هي بوزيتيف بالنسبه ليا. بغيت نقول لهم بانه ان شاء الله الخير القدام. هذه واحده من الاغاني اللي قديتها وان شاء الله اغاني جايه زوينه. شبهوه بالمعلم سعد، فنان كبير وعنده جمهور كبير وعنده محبين، يعني مش محبين ديال بصح، يعني لانه اللي ممكن يشوفوها مثلا بانه انا مشيت حاولت مثلا كيقول لك حاولت تاخذ بلاصت نو واي، ولكن مازال ما كاين حتى شي واحد ياخذ بلاصت سعد. وانا كيشرفني كيف ما قلت في لي ديكلاراسيون الاولين، كيشرفني بانه اول اغنيه ليا انه تشبه بهذا العمل الكبير. يعني يمكن لانه ولا سي سور لانه نفس المخرج، هذه النظره هذه ديال ماشي ديالي ولا ديال اي فنان، هذه النظره ديال المخرج هو اللي عنده ديك التاتش ديالو دارها في اعمال ماشي الاعمال ديالي، ماشي سمعي او لا اغنيه سعد مجرد المعلم او لا، كاين حتى عنده الزين اللي شفتي راه كاين نفس الفايبس نفس سموها ديال لا توش ديالو توش مغربيه باي ذا واي، ولانه سعد لانه امير كيعجبو يدير حتى مغربيه بزاف. الحاجه اللي الميزه ديال انك تخدم بوحدك على انك تخدم مع الجروب هي انه كيكون عندك المجال بانك تخدم موسيقى ديالك الفيجن ديالك. اكيد غادي الناس غادي ممكن الناس غيتفاجئوا، كاين الناس اللي ما كانوش كيعرفوا هذه البوتنشال ديالو اشنو يقدر يدير. هذه الفرصه يعني انا بالنسبه ليا وبالنسبه كاع الدراري كاملين ذا فايف، يعني انه هذه فرصه لينا باش نبينوا ليدونتيتي ديالنا. كنقول الدراري اللي خدامين معنا ولا التيم ديالي كنقول لهم ما كرهتش نسد عيني ونحل عيني ونلقى مثلا في باج يوتيوب ديالي سبعه ديال الاغاني، فهمتي؟ كان بويت لانه عندي مجموعه من الاغاني كنتسنى انه نشاركها مع الناس. خدمت على دي ستيل اللي باش نرضي تقريبا ما كترضي جميع الاذواق ولكن الماكسيموم بوسيبل. فانا كنشوف راسي من القدام عندي مجموعه من الاغاني وان شاء الله مجموعه من الناس حافظين ماشي اغنيه العادله، حافظين خمسه ولا سته.